بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدء كل خير ورأس كل أمر في بال. ما أحلى وما أجمل أن نستفتح كل حياتنا وكل شؤوننا ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا أمدادها وبركاتها يا رب العالمين. وفي هذه الطلة الجديدة وفي هذه الطلة البهية وفي هذا الحضور الذي يأتي معكم دائما من خلال هذه الحلقات التي تأتيكم في برنامج أما بعد الذي يحمل لكم كل الخير ويحمل للناس كل الخير إن شاء الله. فأهلا بكم في حلقة جديدة في موسم جديد من خلال عناوين تدل على الخير. اللهم دلنا على من يدلنا عليك يا رب العالمين. وطريق الله كله خير وكله حب وكله سخاء وكله عطاء. اسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة أسعد بصحبة الداعية الإسلامي الدكتور مصطفى العكريشي. دكتور مصطفى أهلا بك. كل لحظة حضرتك في أحسن حال. كل سنة وانت طيب. كل دقة قلبه حضرتك في القلب. وما أحلى وما أجمل أن نطل طلة جديدة على السادة المشاهدين من خلال لقاء نتواصل من خلاله من خلاله في عطاء الخير. اللهم أمين يا رب العالمين. دائما نطل على السادة المشاهدين بانعكاس لمرآهم، فهم ينظرون إلينا بعيون قلوبهم أي ببصيرتهم الجميلة الطيبة. يعني وقبل أن أطرح سؤالي المهم جدا، نستفتح الاستفتاح الذي دائما نستفتح به ونطلب من الله كل خير. الحمد لله الذي رفع عن عباده الحرج والمشقة وأمر بإعطاء كل ذي حق حقه وأن يؤدى إليه بكل أمانة ودقة، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على من نوره أضاءت جبال مكة صلى الله عليه وسلم. زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيب. يا كل رجل يشاهدنا، يا كل شيخ أو صبي، إن كنت ترجو شفاعة زد في الصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا نحبه كثيرا ونشكرك كثيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دكتور مصطفى، يعني لله في خلقه شؤون. الله. ومن زاوية أخرى للخلق مع ربهم أسرار. للخلق مع ربهم أسرار. الله. أسرار وشؤون، كل هذه الأمور تدعونا لسؤال مهم جدا، إيه هو سر الخلق؟ الله. إيه فكرة إن إحنا نقول ماذا بينك وبين ربك يا فلان عشان يحصل كذا وكذا من التوفيق والسداد والعناية والرعاية؟ دائما وأبدا كل إنسان منا له سر مع ربه أو له خبيئة مع ربه سبحانه وتعالى. يزيد هذا السر وينقص هذا السر بالإيمان، وبقدر الإيمان عندك. أمنت بالله سبحانه وتعالى، دخلت في معية ربنا سبحانه وتعالى، دعوت الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذا دخلت في تلك المنطقة، منطقة المعية مع الله عز وجل، منطقة زيادة الإيمان مع الله عز وجل، إذا لك سر. في بعض الناس كده نشوفها أول مرة تشعر وكأنك قد قابلتها منذ أزمنة بعيدة، تقول له أنا حسنا شفتك قبل كده، وممكن يكون أول لقاء لكنكما قد تقابلتما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم يعني في يوم ألست. الله ألست بربكم. اللي هو تعارفت فيه الأرواح. الله حينما حضرت. تقابلت. نعم. وحين كان لقاؤها في الدنيا تآلفت. تآلفت. عشان كده ما تعارف منه. ائتلف. الأرواح جنود مجندة. ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها والعياذ بالله اختلف. ما تعارف منها في عالم الذر. نعم. في عالم الأرواح. أيوة. وما تناكر منها اختلف. طب أنا سري مع ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بخبيئة بينك وبين الله عز وجل. يعني تلاقي في واحد من السادة المشاهدين قاعد معنا دلوقتي يقول لك أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى في السجود، وبدعي ربنا سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة، وأدعو الله عز وجل في الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. فأنا مع الله عز وجل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. دي سورة الذاريات. الذاريات. وفي أموالهم حق معلوم. دي في المعارج. في المعارج. في المعارج. واخد بالك في الكلمة. واخد يعني بالك من السورة. شيء مش يذكر. والآيات يعني واحدة بتكلم الخير. يذكروا بعضها بعض. يعني انتظرونا دائما في الحديث عن الخير وفي فعل الخير حينما نبذل لأنفسنا ونبذل لإخواننا في كل شؤون حياتنا. ولأنفسنا أولاً. طبعاً. وفي أموالهم حق. لذلك أنا ذكر. للسائل والمحروم. أيوة. عشان كده أنت سرك مع الله عز وجل بقدر ما تفعله مع عباده. أها. شوف أنت بتعمل مع عباد الله سبحانه وتعالى إيه. شوف أنت بتقدم لنفسك عند الله عز وجل إيه. عشان كده نلاقي في سورة الفجر
شوف في سورة الفجر، ولازم نقف يا أستاذ حسن مع أسماء السور. لسه قايلين دلوقتي سورة المعارج، أنت معراجك عند ربنا فين؟ المعراج اللي هو أداة الوصول إلى ربنا سبحانه وتعالى. أنا بعرج إلى الله سبحانه وتعالى. الإسماء والمعراج. أيوة، بعرج إلى الله سبحانه وتعالى. معراج سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. المعارج أنت فين؟ من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم. كل ده أنت فين بقى؟ في المنطقة دي بين خلق الله عز وجل. إيه سرك مع الله عز وجل؟ تلاقي أحد الناس يدعي لك دعوة، والله ما يمر يوم ولا ينفلق نهاره إلا والله قد حقق الله سبحانه وتعالى دعوتك. وأعظم دعوة أن يدعو لك أخوك بظاهر الغيب. تسمع دعوة جميلة من حد أنت ما تعرفوش أصلا، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفه، له معرفة مع الله عز وجل. ليه؟ لأنه عرج إلى الله عز وجل. وفي سورة الفجر، سورة الفجر أنت حياتك كلها مظلمة، طب ما خلاص يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت لحياتي أي أن حياتك لم تبدأ بعد، ولكن حياتك عند الله عز وجل هي الحياة الأخروية، هي الحياة في معية الله عز وجل. فماذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى من سر؟ إيه الخبيئة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ هذه المعية التي تتحقق بكل ما تقدمه لنفسك عند ربك بعمل الخير. هنروح تقرير معانا دلوقتي، عشان التقرير ده هو بوابتنا لعمل الخير، بوابتنا لما سيكون عليه حالنا دائما، من حال طيب وحال جميل وحال دائما يخلينا في قرب مع الله سبحانه وتعالى. هنروح للتقرير ونرجع لحضراتكم، ابقوا معنا دائما. مؤسسة نبض الحياة حضراتكم متعودين منها دايما على المصداقية. النهاردة فضل ربنا عز وجل في قرية مشلة تبع كفر الزيات محافظة الغربية. ايه اللي جابنا هنا؟ اتصال مع جمعيات خيرية اللي هي الصغيرة. ده التعاون بقى المثمر ما بين مؤسسة نبض الحياة ومؤسسات المجتمع المدني المنتشرة في القرى على مستوى الجمهورية. النهاردة فضل ربنا عز وجل جايين عشان نحل مشكلة كبيرة جدا جدا، محطة التنقية والتحلية اللي ورايا دي. المحطة دي يا جماعة بقالها سنين مغلقة. ليه؟ لأنها ما بتتصينش، لأن ما فيش حد مهتم بيها، وده أدى إلى تلف الأجهزة اللي جواها. فمحتاجين إن احنا نجدد المحطة دي، نعمل لها إحلال وتجديد. بعد تلبية مؤسسة نبض الحياة للاستغاثة بالأهالي قرية مشلة عن طريق المؤسسة فكرة خير. أيوة. احنا دلوقتي يعني تقول ايه لمؤسسة نبض الحياة وتقول ايه لأهل الخير اللي هم بيتبرعوا دايما لمحطات التحلية؟ احنا هنقول لأهل الخير حاجتين اتنين. اولا نبدأها بالقرآن الكريم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فان شاء الله بأمر الله انا متوسم في ربنا خير وفي متبرعين وفي الناس أصحاب الخير إنهم حيتواصلوا مع نبض الحياة، وستقام هذه المحطة بأمر الله في خلال 15. أهلا بحضراتكم. زي ما قلت قبل الفاصل والتقرير اللي احنا شفناه دلوقتي، دكتور مصطفى بيقول التقرير اللي احنا بنشوفه دلوقتي أو اللي شفناه بوابة لعمل الخير.
بوابة بتفتحها مؤسسة نبض الحياة من خلال احنا بنشوف احتياج المنطقة دي ايه، القرية دي ايه، اهالينا محتاجين ايه في الحتة دي، ومن خلال التقريب بنشوف التفاصيل في محطة التحلية اللي يعني ابدعت مؤسسة نبض الحياة في ان سقي الماء، انها توصل لفكرة ان نشوف المحطات اللي عايزة تنشأ، المحطات اللي محتاجة تنشأ او اعادة تشغيل بآليات جديدة. يعني شفت انت المحطة كان شكلها ايه اللي انت حضرتك حضرت فيها من خلال هذا التقرير؟ احنا في مؤسسة نبض الحياة منذ انطلاقها في 2014 الى الان الى ما شاء الله سبحانه وتعالى احنا عندنا متخصصين بنسبة كبيرة جدا 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 في ملف سقي الماء. ايوه، وده على مستوى الجمهورية كلها. متخصصة عندنا بفضل الله عز وجل ومتشكلة عندنا في مؤسسة نبض الحياة في أربعة أشكال. الشكل الأول وصلات المياه، الشكل الثاني حفر آبار تجميع مياه الأمطار لأهالينا الطيبين في مطروح، الشكل الثالث واخد شكل الآبار الارتوازية اللي بتطلع مياه من تحت الأرض، ودي بفضل الله عز وجل عملناها في أطفيح في محافظة الجيزة، وبفضل الله عز وجل عملناها في المنيا، وبفضل الله عز وجل بنعملها حاليا في جميع مراكز بني سويف، محافظة بني سويف الجميلة. يعني في القرى اللي هي أكثر احتياجاً أو في المنطقة اللي محتاجة قوي. الشكل الرابع الجميل اللي أنا بحبه شخصياً كمان مع وصلات المياه قوي، اللي هو محطات التنقية والتحلية. بحبه جداً. ده موضوع جداً مهم جداً. جداً. موضوع كبير قوي. جداً. ليه؟ حلو. أيوة. حلو كلمة موضوع كبير. وثوابها أكبر من عند ربنا سبحانه وتعالى. زي ما شفنا في التقرير هنا من قرية مشلة، مركز كفر الزيات محافظة الغربية. مؤسسة نبض الحياة جات لها نداءات كتيرة جدا من أهالي قرية مشلة، تعالوا يا مؤسسة نبض الحياة اشمعنا احنا؟ طب في ايه؟ زعلانين ليه؟ لازم نروح لهم لحد عندهم. ورحت لهم انا وسيدنا الشيخ محمد رضا عبد العزيز والمهندس هشام معانا عشان نشوف احتياجكم ايه، في ايه. قالوا احنا زعلانين من نبض الحياة. ليه زعلانين ليه؟ قالوا انتوا عملتوا محطة تنقية وتحلية على اعلى مستوى وسمعنا انها بالليزر في شبرابيل مركز السنطة محافظة الغربية. قلنا فعلا الحمد لله. قالوا شفنا التقارير بتاعتها على الشاشه. طب عايزين ايه يا جماعه؟ قالوا احنا عندنا محطه تنقيه وتحليه بس عايزه احلال وتجديد. الاجهزه عندنا واقفه والمحطه مقفوله بقالها سنين، يعني مش هتنفع تشتغل. لا مش هينفع الاجهزه اللي موجوده ابدا. لا، المهندس هشام، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المهندس هشام معانا، ربنا يبارك فيه يا رب، راح معانا هناك وحقيقة وأمانة أمام الله عز وجل قدامي أنا وسيدنا الشيخ رضا، حاولنا مع بعض أنا وهو وسيدنا الشيخ محمد رضا ربنا يبارك فيه يا رب، دخلنا جوه المحطة وقلنا له طب شوف أي جهاز مننا ممكن نشتغل بيه. قال والله يا جماعة الأجهزة من الركنة وأنا مش عايز أشغلها، أنا عايز أشغلها بس الأجهزة من الركنة يعني صدقت خلاص وبقتش تشتغل. حتى أهالي القرية الطيبين، أهالي قرية مشلة، أول ما شافونا رايحين يا سيدي حسن الفرحة عمتهم. قالوا إيه بقى؟ قالوا بس نبض الحياه جت يبقى الميه اشتغلت. قلنا لهم استنوا، والله والله بقيت انا هناك بقيت قال طب اقول لهم ايه؟ طب قلنا ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرهم ان شاء الله. وجم ومالوا ميه واحنا واقفين فاكرين المحطه اشتغلت من جديد. قلنا لهم لا، باذن الله عز وجل ان شاء الله المره الجايه وفي اقل فتره ممكنه ان شاء الله الشكل ده مش هيبقى موجود، هيتغير. والمحطه ديت بلفت نظر الساده المشاهدين انها بتخدم على 17,000 نسمه. يعني الرقم يعني محفز ودافع على ان السادة المشاهدين اصحاب القلوب الجميلة والمليئة بالخير يلتقطوا الخيط ويبدأوا يتتبعوا الموقف ويشاركوا في احياء هذه المحطة من جديد. هنروح لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم، ابقوا معنا دائما في الخير، خليكم دائما معنا في الخير. اهلا بحضراتكم ورجعنا من الفاصل. والدكتور مصطفى العكريش الداعية الاسلامي، دكتور مصطفى يعني انت قلت كلمه عنوان رقم دافع كبير جدا 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 ان احنا كلنا نجري على المحطه دي ونشوف احتياجاتها ايه. ايه معنى يكون محطه تحليه موجوده في منطقه وفي مكان؟ محطه تنقيه وتحليه موجوده في مكان، يعني في حاجتين في المكان بنعالجهم. ايه هم؟ اول حاجه التعب والمجهود والارهاق. ايوه، اللي اهالي المنطقه بيبحثوا بيه عن الميه حواليهم، يروح لجاره ويخبط عليه مره واثنين وثلاثه واربعه، ومنهم اللي بيدور عليها على بعد كيلومترات، ومنهم اللي بيروح لاخر البلد. للامانه في قريه مشله اللي احنا لسه شايفين التقرير بتاعها قبل الفاصل فيها محطه تنقيه وتحليه بس هيفول البلد من الناحيه الثانيه. تمام،
بس برضو متهالكة. لكن احنا هنا بمؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل قالت لازم تعمل لنا محطة تنقية وتحلية. تاني حاجة احنا بنحارب في مؤسسة نبض الحياة الطلمبات الحبشية اللي هي بتطلع للناس من تحت الأرض، يعني مش بتطلع مية نقية، لا ده بتطلع والعياذ بالله أمراض بتأثر على الصحة العامة لكل ساكن المنطقة. وجود محطة تنقية وتحلية دي بفضل الله عز وجل بترويهم ومن كل مرض بتقيهم بفضل من ربنا عز وجل. وكل ده خير من العلاج طبعا، يعني طبعاً. يتعامل في البداية مع أدوات صحية، مع مواد صحية، مع بيئة صحية. طبعا. وده مصر اللي بتنادي بيه دلوقتي، مصر رائدة رائدة، قدمت نفسها ريادة وحكمة وقيادة وهي تقود العالم النهاردة في سبيل التنمية المستدامة اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا. ومؤتمر المناخ اللي كان لسه مفيش بفضل الله عز وجل اللي دعاه يعني مؤخرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشهد الحضاري، مشهد جميل جدا طبعا. ودي الجمهورية الجديدة اللي اطلقها سيادة الرئيس، وحياة كريمة، وان من حق كل انسان والكل يشارك. طبعا الاسر الاكثر احتياجا لازم كلنا نبقى قلبنا على قلب بعض. محطة التنقية والتحلية ديت شكل مكبر جدا 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 من فكرة البئر الارتوازية اللي احنا بنعملها سواء في أطفيح أو في المنيا أو في بني سويف. بننزل أعماق كبيرة جدا جدا تحت الأرض وتطلع لخزانات كبيرة على فلاتر كبيرة جدا جدا على أشكال من الشمعات اللي هي بقى تنقية بالليزر. بالليزر ده في المحطة ولا في البير؟ في المحطة. في المحطة. المحطة. ما بقول ده شكل ايه بقى؟ مكبر. ده شكل مكبر اللي حصل قبل كده في أيوة. شبرابيل. في شبرابيل مركز الصنطة وحمد نفس الآلية دي، يعني دي من جديد المحطة بقى. اللي بتصل من خلالها المياه شديدة النقاء. مش هنقول نقية، لا شديدة النقاء. شديدة النقاء الحمد لله رب العالمين. طبعا. وانا فرحت هناك وانا بفتتح المحطة بتاعت شبرابيل في مركز الصنطة في محافظة الغربية، وفرحة الناس اللي حواليك. فمحطة شبرابيل 30,000 نسمة بيستفيدوا منها، اما عندنا في محطة مشلة النهاردة 17,000 نسمة، رقم كبير جدا جدا، وعدد ثواب بيساوي عدد ثواب كبير جدا. كنت اسالك بقى حسنات، اعاده الحسنات والثواب حسنات من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مش هنحسبها بالعدد ده، مش بس كده يعني. ما احنا بنحسبها بايه بقى؟ بحسابنا احنا اللي هو الضعيف، انما حساب ربنا سبحانه وتعالى مش محدود ابدا، حاشا لله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي انا نفسي بقى يا استاذ حسن، يعني كل الساده المشاهدين يجبروا بخاطر اهالينا الطيبين في قريه مشله مركز كفر الزيات محافظه الغربيه، نفسي كلهم يقولوا دلوقتي ان شاء الله المحطه ديت. انا في التقرير كنت بقفل المحطة، بقفل الباب بتاعها، ونفسي أفتحه بس على شكل جديد زي ما جمهور مؤسسة نبض الحياة الطيبين. وهيحصل إن شاء الله. ظنك في ربنا كده؟ طبعا. والله لأن الطيبين المحسنين موجودين بفضل الله عز وجل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ويا سلام بقى يا أستاذ حسن لما حد من أهالي قرية مشلة يجي يشرب كوباية مية جميلة جدا يشربها ويذكر بعدها يقول الله، ده كتب ذكر لمن تبرع بفضل الله عز وجل واتصل دلوقتي. وده معناه البحث الدؤوب كل واحد فينا، وده سؤال ملح، ازاي اعمل صدقة جارية تستمر؟ عايزين فكرة الاستمرارية. كنتني واصلي. طبعا. ما احنا الحمد لله رب العالمين مع مؤسسة نبض الحياة، جمهور نبض الحياة متعود ان صدقاتهم مع مؤسسة نبض الحياة مش مجرد صدقات لحظية، انما هي صدقات استمرارية، يعني من ان لاخر من ان لاخر. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ده في عطاء، انت عارف عطاء وفي رد فعل، في فعل وفي رد فعل. عارف يا استاذ حسن سيدنا يعني الدكتور سيد الدكتور علي جمعة ربنا يبارك فيه يا رب يقول لك ايه؟ رضي الله عنه وارضاه يا رب، اللهم امين. حتى لو المحطه ديت ازيلت لسه ثواب اللي اتبرع قبل كده مستمر. يعني بيتكلم عن فكره بفضل الله عز وجل استمراريه، يعني ثواب استمرار عمل الثواب. يعني بيتكلم في ثواب العمل الخير، استمرار الثواب. استمرار ثوابك عند ربنا سبحانه وتعالى حتى بعد سنين عده. لا ان شاء الله باذن الله عز وجل 17,000 نسمه انا ان شاء الله شايفهم قدامي دلوقتي، انا شايفهم حالا قدامي وهو بيشرب كوبايه ميه الجميله وبقول بعدها الحمد لله. عشان تعرفوا ان مؤسسه نبض الحياه ما يعني لازم يكون عندها رد فعل واستجابه لاي نداء يجي لها. فهنشوف دلوقتي تقرير من التقارير اللي دايما تلاقي على طول الاستجابه ورد الفعل سريع جدا يا دكتور مصطفى. يا ريت والله، لان احنا ما عندناش دلوقتي محطه واحده، لا احنا عندنا محطه مشله في كفر الزيات. أيوة. في الغربيه، ومحطه البويطي في الواحات البحريه. ايوه احنا دلوقتي شغالين حاليا في محطتين،
وممكن يكون التقرير الجاي. ما هو كده التقرير الجاي هنشوف. سبحانك يا رب. هنشوف التقرير اللي معانا دلوقتي البويطي. أيوة. والمحطة التحلية اللي يتم إنشائها إن شاء الله من جديد، لأن ده مهم جدا جدا، وبتبقى الفرحة الكبيرة قوي قوي لما يتم العمل ويتم إنجازه. خلونا نروح للتقرير اللي معانا ونرجع لحضراتكم، ودايما خليكم معانا، لا خلينا مع بعض دايما في دوائر الخير. النهاردة موجودين، وكعادتنا في نبض الحياة لما بنعمل شغل لازم نجوده. ليه نجوده؟ لأن العمل ده قبل ما بيوصل للناس عند ربنا سبحانه وتعالى، فلازم يكون في أحسن صورة وفي أجمل صورة. جايبين خبراءنا ومستشارينا ومهندسينا اللي موجودين معانا دايما في محطات التنقية والتحلية، اللي عملوا لنا محطات قبل كده وأكيد حضراتكم فاكرينها. فعشان كده أنا بقدم وبعمل دعوة لأهل الخير إن المحطة اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي اللي هي خالية من أي جهاز أو معدة موجودة، نفسنا نقول للناس دي إحنا هنعمل لكم محطة زي محطة شبرابيل. فاكرين محطة شبرابيل؟ محطة شبرابيل في الغربية اللي حضراتكم شاركتوا فيها وحضراتكم كان لكم سبق فيها وكانت تعتبر من أفضل المحطات على مستوى جمهورية مصر العربية، إحنا نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم حضراتكم للاتصال وللتبرع والتواصل مع مؤسسة نبض الحياة 15-740. ربنا يجمعنا دايما في الخير ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. نبض الحياة عطاء لا تنكسر فيه القلوب. يا جماعة أي خير بعد كده؟ إحنا منتظرين إيه عشان خاطر نبدأ نساهم ونشارك؟ أنا بتكلم بالحرقة دي من كل قلبي لأن أنا شفت الوضع هنا وشفت دعوات الناس وشفت كل واحد في عينيه أمل بمجرد ما شافونا، مع إن مفيش في إيدينا أي حاجة خالص، كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى. وبالتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ليكم إن هو يعني يجعل الرحمة موجودة في قلوب الناس وينور بصيرة كل حد بيشوفنا ويقول فعلا الناس دي محتاجة مية. الناس دي لحد النهاردة في 2022 إزاي عايشة من غير مية؟ شوف إحنا في الحر ودرجة الحرارة هنا تتجاوز 40، مش قادرين نقف علشان أقول لحضرتك الكلمتين دولت، بس أنا هخلي بال حضرتك هتنتقل في مرحلة تانية بعد الحياة الدنيا أنت ما أنتش عارف هي إيه، هي مرحلة البرزخ. النبي صلى الله عليه وسلم وعدك وقال لك بصداقتك ومشاركتك بإذن الله في عمل صالح خالص لوجه الله الكريم تطفئ عن أصحابها حر القبور. فهنيئا لمن يبادر بإذن الله تبارك وتعالى في المشاركة في هذه الحملة الكريمة، حملة تنقية وتحلية مياه الشرب في محطات التنقية اللي بتقوم بها نبض الحياة. منتظرين من حضراتكم الدعم والمسارعة والتواصل مع مؤسسة نبض الحياة عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخير يجري على أيديكم ويعم بيكم وينفع بيكم يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقدروا تكلمونا على 15-740، سواء كنت تتواصل عشان تعرف معلومات أو عشان تعرف المكان أو حتى تقول يا جماعة أنا هدفع بس أروح أزور المكان. وبالمناسبة المكان ده اتبنى بزيارات، في ناس جت زارت المكان ودفعت الفلوس بتاعة المبنى ده بفضل الله سبحانه وتعالى، تم على أكمل وجه، فاضل البناء يكتمل اللي هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. رجعنا من التقرير اللي شفناه دلوقتي اللي الدكتور مصطفى واحنا بنتكلم قبل التقرير اتكلمنا عنه،
وقد ايه واحنا بنتكلم عن دوائر الخير اللي هنكون مع بعض دايما فيها وبنشوف التقرير، والتقرير بيبقى محفز جدا ان نلتقط الخيط، التقاط الخيط، التقاط الخيط من خلال التقرير، من خلال الحاله اللي بيعرضها التقرير، ومن خلال التاكيد من خلال مؤسسه نبض الحياه اللي بتنبض بالخير، نبض بالخير. تفاصيل في التقرير لازم نقف عندها كتير جدا. المحطه بتاع البويطي في الواحات البحريه لازم بفضل الله عز وجل ننجزها في اسرع وقت. تكلفتها قد ايه وازاي نشترك فيها؟ احنا كده يا استاذ برضه مش هقول دلوقتي ازاي يشترك فيها الساده المشاهدين، لا ازاي كلنا نشترك فيها. ايوه احنا برضه باكد وبذكر الساده المشاهدين ان احنا عندنا محطتين، محطه قريه مشله في كفر الزيات في الغربيه، والمحطه الجميله ديت محطه البويطي. احنا شفنا دلوقتي في التقرير الميه وهي خارجه بفضل الله عز وجل من تحت الارض وخارجه بتنبض على الارض كده بالحياه والجمال كله، بس عايزه ايه؟ عايزه الاجهزه نفسها تضخ، نفس الماسطوله ديت تضخ ميه، الاجهزه بتاعت محطه التحليه جوه محطه التحليه. ايوه ما نسيبهاش تحليه وتنقيه، او تنقيه وتحليه الاثنين. الاثنين بفضل الله عز وجل. لكن العمل ده عمل ضخم، عمل عظيم، محتاجين الساده المشاهدين يشاركونا دلوقتي اهو حالا كلنا فيه. ده عمل عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى وثوابه اعظم. يعني المحطه ممكن تبدا مثلا من 150,000 ل 200,000 ممكن توصل 250,000 حسب المساحه وحسب التغطيه لعدد السكان الموجودين في المكان. ومين اللي بيحدد جداً هذه التكلفه؟ المهندسين. مين اللي بيشوف؟ المهندسين اللي معانا زي المهندس هشام اللي احنا شفناه معانا في محطه مشله، هو اللي انجز محطه شبرابيل. احنا عايزين بقى الساده المشاهدين حالا باللي تقدر عليه، مش مهم تقدر مثلا تدفع 150,000 او الكلام ده لا، لكن ممكن بفضل الله عز وجل تدعي 150 واحد. طب انا معايا 1000، مفيش ادنى مشكله. طب غيري معاه 2000. طب واحد لو لا، طب خد الاعجب 500 جنيه، 200 جنيه، اللي تقدر عليه. وكل ده عن طرق متعدده مش طريقه واحده. ممكن تتصل دلوقتي على 15740 الخط الساخن بسعر الدقيقه العاديه واحد، او رقم الموبايل 012-41-4307، او ممكن عن طريق الحساب البريدي وده موجود دلوقتي معانا على الشاشه، او عن طريق الحساب البنكي. لا التليفونات كلها لازم تكون على الشاشه اكيد، كل ده موجود على الشاشه يعني. تمام. او عن طريق الحساب البنكي. طرق متعدده بفضل الله عز وجل. احنا اهو ربنا سبحانه وتعالى دلنا على الطريق الجميل علشان برضو نطلع لحضراتكم في حلقه النهارده من برنامج اما بعد الجميل اللي حضراتكم داعمين ليه من اول ما بدا منذ عامين. النهارده بفضل الله عز وجل بنقول لكل جمهورنا، بنقول لكل الناس وباحساس بالله عليكم ما تتاخروا عننا ابدا، ولا تتاخروا عن اهالينا الطيبين. ومين مستغني؟ انا السؤال ده اللي بقوله هو مين مستغني عن عطاء ربنا سبحانه وتعالى؟ مين مستغني عن رحمات ربنا سبحانه وتعالى؟ مين مش عايز يطفي المشكلات اللي موجوده جوه بيته وطفيها بايه؟ بالميه. يا سلام. والميه دي اللي رايحه اللي كانت في البدايه صدقه، والبدايه صدقه جاريه، والبدايه عمل خير، وده عمل خير اللي بينعكس في حياتنا تبقى حياتنا خير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى العكريشي، شكرا الله لك استاذ حسن، ربنا يعزك. ودايما بنقول احنا هنكون دايما مع بعض في الخير، والارقام وكل قنوات الاتصال موجوده على امام حضراتكم على الشاشه. وما احلى وما اجمل تكون شعارات في حياتنا وسارعوا وسابقوا، وكل ده في طريق الخير وفي طريق ربنا. بشكرك شكرا جزيلا وشكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.